طبعا اليوم احنا نعتقد ان الدوله قاعده تاخذ خطوات في موضوع غسيل الاموال وتمويل الارهاب. احنا طبعا احنا مثل ما احنا عارفين داخل دوله الكويت جميع العمليات العقاريه تتم عن طريق وزاره العدل بموجب دفتر الدلاله او عن طريق عقود توثق في النهايه في وزاره العدل. لذلك انا اعتقد اليوم هي خطوه جيده وهي خطوه من مجموعه الخطوات المفروض ان الدوله تتبعها كما تتبعها باقي الدول في مكافحه غسيل الاموال وتمويل الارهاب، لكن انا لا اعتقد ان لها اي تاثير مباشر على سوق العقار في الكويت او على حجم التداولات اللي موجوده في الوقت الحالي. ومثل ما ذكر بالتقرير احنا يعني كناس مهتمين ومتداولين للعقار داخل دوله الكويت ما شاهدنا عمليات بيع وشراء تتم عن طريق السيوله النقديه، كلها عن طريق الشيكات موثقه من بنوك محليه تخضع تحت رقابه البنك المركزي. طيب يعني هل هناك يعني دور للمكاتب مكاتب الوساطة العقارية في تزايد مثل هذه الممارسات السلبية وكيفية الحد منها وكيف ستراقبها وزارة التجارة؟ شوفي اختي انا اعتقد ان اليوم دور وزاره التجاره دور اساسي في مراقبه عمليه البيع والشراء وتوثيق انتقال الاموال من البائع الى المشتري. انا اعتقد ان الخطوه المستقبليه اللي المفروض ان تقوم فيها وزاره التجاره والصناعه ان يتم انشاء حساب خاص في عمليات البيع والشراء بحيث ان يتم ايداع المبالغ من قبل البائع الى هذا الحساب، سوري العفو، المشتري، بحيث ان تضمن وزارة التجارة مصدر هذه المبالغ ويتم تحويل هذه المبالغ إلى البائع بعد إتمام عمليات البيع من خلال الوسيط العقاري ومن ثم التسجيل في وزارة العدل. هذه نقطة. النقطة الثانية اليوم المفروض أن وزارة التجارة والصناعة تنظم عملية الوساطة العقارية، لذلك احنا دائما داخل الوساطة العقارية نتكلم على ضرورة إنشاء شركات متخصصة بالوساطة العقارية والمقاصة العقارية، وشركة المقاصة العقارية التي رأت النور ومن ثم هناك في أحاديث حول إلقاء هذه الشركة اللي كانت مقترح من الحكومة ومن القطاع الخاص، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى اللي تحدد مصادر هذه الأموال. طبعا هذا فيما يتعلق بالعقارات اللي موجودة داخل الكويت. أنا أعتقد اليوم أن أغلب الحديث داخل السوق العقاري يتكلم على العقارات اللي يتم بيعها خارج دولة الكويت من خلال المعارض العقارية، وهذه وزارة التجارة والصناعة مشكورة شكلت لجنة تقريبا قبل 3 أشهر لبحث الوسائل اللي تراقب من خلالها عمليات البيع والشراء وتقننها وتحافظ على كذلك ممتلكات وحقوق المواطنين والمشترين لهذه العقارات. إذن السيد إبراهيم العوضي عضو مجلس إدارة اتحاد العقارية، شكرا جزيلا لك.